قصيدة كتبتها على جمال بن اسماعيل المرحوم، الله يرحمه ويرحم محمد جميع. ربي قال كل من عليها فان، وانا قلت هذا الدنيا ما فيها امان، ارقد مهني يا جمال، لو كان جيت تنطرد نخسروا عليك الذهب والمال، وردوك يا جمال لاجلك مل، ما ينفع فيها لا عرف ولا مال، ارقد مهني يا جمال، الجنة حلت لك بوابها ما فيها لا هم ولا تحمام، ادخل يا جمال، الجزائر جابت غير رقبة والرجال، ارقد هاني يا جمال، هذه الأزمة فايتة قالوها ناس زمان، ارقد مهني يا جمال، الجزائر غالية على الياقوت واللؤلؤ والمرجان والذهب والمال، ارقد هاني يا جمال، المدية جابت غير الرجال كيما علي لابوانت وجمال، عبد القانون اكتب هذا الكلام ودعيت لك بالرحمة يا جمال، ربي احفظ جيشنا، ربي احفظ شعبنا، ربي اغفرنا ذنوبنا، ربي استرنا عيوبنا، ربي بيض لنا قلوبنا، ربي جاهدك بنا عدم ومنا حوا والصفا والمروة، واللي يشرب زمزم وروى قبل مني هذه الدعوة، ربي جاهدك بصحابه عشرة، محمد المنور زين البشرة، والحجاج اللي رجموا الشيطان بالحجرة، طفي علينا هذا النار في مدينة قورة ودشرة، عبد القادر النونة وهرن الباهية، فيف لي ساجيري اون جينيرال.